الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع أيضا الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي بيتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية الجديدة في اجتماعه بالدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أكد في رئيس الوزراء على أهمية متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات اللي بيتم تنفيذها في العاصمة الإدارية خصوصا في مجال الميكنة وتكنولوجيا المعلومات وملف تدريب الموظفين اللي هينتقلوا للعمل بالعاصمة. وأكد أنه ده التحدي الأكبر اللي بيمثل نقلة حقيقية للحكومة، لأنه انتقال الحكومة لازم يكون بتنفيذ ميكنة كاملة لكل أساليب التواصل بين كل الجهات وحفظ لكل الوثائق والبيانات الحكومية الإلكترونية. ببساطة جدا أنه ما ينفعش نبقى في العاصمة الإدارية الجديدة والإدارة ليست جديدة، ده باختصار، وده اللي كلنا متوقعينه، وعشان كده متوقع أنه مش بس تدريب لكن تنقية للموظفين اللي هينتقلوا للأماكن الجديدة عشان يقدروا يتعاملوا مع النظم الجديدة. في ناس بطبيعة الحال مش هتقدر تكمل، وده شأن أي تطور في الدنيا، في ناس تقدر تتطور وتتأقلم مع التطور وفي ناس ما تقدرش. نروح لوزارة الطيران المدني لأنه متابعة عودة الطيران واستعدادات المطار اللي كنا بنتكلم عنها معناها أنه الطيران المدني بيعود ويتعافى، وده خبر في حد ذاته عشان بس اللي بيخافوا جدا من فكرة عودة الحياة، خبر في حد ذاته عظيم، مش بس لأنه مصر بتعاود نشاطاتها الطبيعية ولأنه في قطاعات سياحية كانت مضروبة في مقتل يعني بترجع، لكن كمان معناه ثقة الدول في مصر والتعامل بين مصر وبين دول كتير في الطيران من وإلى هذه الدول. وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن امبارح في المؤتمر الصحفي اللي عقده بحضور وزير السياحة والآثار خالد العناني ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل عن بدء رحلات الطيران في جميع مطارات الجمهورية اعتبارا من أول يوليو مع الدول اللي هتفتح مطاراتها في الشهر القادم بحسب الخطة اللي أعلنتها الدولة لتشغيل الأنشطة والمنشآت السياحية الفندقية والمطارات وشركات الطيران. هنشوف تفاصيل لجزء من كلمة الوزير في المؤتمر الصحفي ونرجع نشوف تأثير ده على قطاعات الطيران والسياحة وعلى قطاعات كتيرة قوي بتخدم هذه المجالات.